حضرتك الزباله دي تتشال اول باول باستمرار، والمقلب ما يبقاش بالصوره دي، يروح يدفن في المدفن الصحي في طريق العين السخنه القطاميه، او يتعمل بيه محطه تدوير مخلفات. احنا عندنا يا فندم محطه تدوير مخلفات بتطلع في مصنع تدوير مخلفات ومصنع سماد عضوي في طريق العين السخنه القطاميه، المدفن بتاعنا مدفن الشركه. بس شركه ايه؟ شركه امل عرب للبيئه. امل عرب؟ امل عرب للبيئه. للبيئه؟ اه، دي شركه متعاقده مع المحافظه واخده شغل الاحياء في المنطقه الشماليه والمنطقه الغربيه. الشركه دي مصريه؟ مصريه ايطاليه. يعني هي دي المصريه الايطاليه. اه. المفروض عقدها ينتهي امتى؟ المفروض عقدها ينتهي 2017. 2017 اللي جاي. طبعا سبب شايف يعني. اللي هي سبب تكدس الزباله في كل شوارع مصر دلوقتي. المفروض يعني السبب كله هنا، بس هي مشكله بس ان دي من الاولاد، من الاولاد دي المفروض تتفضى باستمرار عشان تدي مجال ان هم ينضفوا الشوارع ويرموا هنا. طالما دي مليانه حضرتك لازم الشوارع تبقى مليانه، لان مفيش منفس ان الشوارع تجيب المخلفات اللي فيها ترميها هنا، لان المناوله الام مسدوده. فطبعا اكيد الشوارع هتبقى فيها كميه مخلفات جامده. يعني حضرتك كان في زياره النهارده في شارع ولي العهد في الزيتون، وكان طبعا الدنيا كلها هناك تمام ومظبوطه عشان خاطر الزياره. فهو لو كان اتمشى حضرتك وجه هنا شاف المنظر، اكيد المنظر ده ما كانش هيعجبه يعني، لان ده طبعا منظر ما يرضيش حد. حضرتك شارع عمومي، انت تعتبر حضرتك كده في مدخل القاهره، موقف عبود، المظلات، شارع شبرا، ورا حضرتك نادي اسكو، منطقه حيويه. لما مقلب زي دوت يكون مقفول والشارع يتقفل حضرتك بيعمل خلل مروري في المنظر عام. ده منظر عام في الشارع، ده منظر عام في الشارع، ده شارع عام يا فندم. المفروض المنظر ده ما يبقاش عليه كده يعني، المفروض المقلب ده اول باول يكون متطهر عشان خاطر يستوعب مخلفات المنطقه الشماليه كلها، ويقدروا ينضفوا الشوارع وينضفوا الاحياء. طيب ما انتوا بتقولوا شركه امل عرب، شركه امل عرب انت بتقول مالهاش ذنب قوي لانه قرار حظر سير النقل في ماشي يا فندم. ما هو ده جزء برضه من التاثير يعني، ده جزء سبب من اسباب الخلل. المفروض اداره المفروض اداره الهيئه بتتحرك، بتبدا تعمل تصاريح. يعني انا هيئه خدميه زي البترول، زي التموين، زي شركات المعمار، زي المفروض بقى لها تصاريح بنمشي بها برضه. دي مخلفات، المخلفات دي هتروح فين لما تترجم كده؟ تروح فين يعني؟ احنا قطاع خدمي يعني في الدوله، بنطالبوا باستثناء عربيات الشركه دي. اكيد يا فندم، من حظر سير النقل بالنهار. احنا قطاع خدمي في الدوله، من حقك ان انت تمشي بالنهار في اي مكان، انت بتخدم الدوله. فانا مش من مصلحتي ان انا اعطلك واوقفك واسيب الدنيا خربانه كده، بالعكس ده انا اوفر لك سبل الطرق اللي انت تمشي فيها عشان تنظف البلد وتنظف الشوارع وتنظف القاهره. لان القاهره يا فندم احيائها كلها حضرتك كده لفيت وشفت. انت لو حبيت كمفتش مناوله نظافه في الشركه دي، توجه رساله مثلا لرئيس مجلس الوزراء مهندس ابراهيم محلي، تقول له ايه؟ اقول له يا فندم حضرتك عايزين نظره من حضرتك لشركات النظافه اللي بتعمل تحت اشراف محافظه القاهره. حضرتك عايزين تدخل ومراقبه على الشركات دي، لان في تقصير يا فندم، والمفروض ان الشركات دي اول باول تكون المناولات بتاعتها رايقه ونظيفه عشان روقان المناولات ومناطق تجميع المخلفات هينظف الشوارع وهيعود طبعا بالنظافه على جميع احياء القاهره والاحياء اللي شغاله. محدش اقترح ابدا ان هم يعملوا مصنع تدوير نفايات لتوليد كهرباء من النفايات في الارض اللي بتاع ايديا اللي موجوده جنبهم دي؟ لا دي ارض ملكيه خاصه للمستثمرين، دي ملكيه خاصه للمحافظه. المستثمرين نفسهم يعملوها لحسابهم. انا هطرح الكلام ده على نزيه سلام اللي هو يا ريت رئيس بنك القوام اللي هو المستثمر اللي يملك الارض. يا ريت يا فندم، يا ريت على الاقل يعني هيساعد كتير في نقل المخلفات من هنا. لو اتعمل مصنع تدوير جنب منها هيبقى مشروع هائل. على الاقل تنور كل الاحياء الشماليه اللي بتتكلم عنها يا فندم. ده كنز، دي كميه نفايات المخلفات، دي كهرباء كنز، تولد كهرباء تنور كل الاحياء الشماليه اللي بتتكلم عنها. السبع احياء دول بقول لحضرتك فيها كنز. لو السبع احياء دول اللي هم ايه تاني؟ السبع احياء: شبرا، ساحل، رود الفرج، زاويه، شرابيه، حدايق، زيتون. دول سبع احياء، دول سبع احياء المنطقه الشماليه. وفي زيهم في المنطقه الغربيه برضه. ما سمعتش ابدا كميه النفايات اللي ممكن تطلع يوميا، حوالي كم متر مكعب او كم طن هنا؟ ده كتير يا فندم، كتير كتير. تخيل يعني انت بيجي لك هنا كم نقله في اليوم؟ انا بيجي لنا كام عشان بيجي لي يا ريس حوالي 450 نقله. 450 ما بين حاويه وعربيات قلاب متنوعه في الورديه الواحده، في الورديه الواحده يعني بمعدل اقول لك اكتر حوالي بيخش 800 طن او اكتر. في الورديه 800 طن في الورديه، في الورديه يعني الورديتين ممكن يعملوا 1500 طن. يعدوا كمان، يعدوا الكلام ده كله. انت دي حاجه، شايف حضرتك المنظر، اللودر وحفار والدنيا مخربه. 1500 طن نفايات من سبع احياء شماليه في محافظه القاهره يوميا تعوق الحركه خلال 12 ساعه وتفسد البيئه
وبالإمكان تدويرها لتوليد طاقة كهربائية تكفي لإنارة هذه الأحياء. الرسالة موجهة إلى المهندس إبراهيم محلب من شباب مصر يعمل في الشركة. يا فندم يعني بنتمنى تدخل أما العرب، الشركة المصرية الإيطالية المكلفة بنظافة القاهرة بتعاقد ينتهي سنة 2017 مع هيئة تجميل القاهرة. Thank you.